قتل الروح وين تروح ومسار الأيام وتظهر الحقيقة، واللي مات وخلف بطبيعة الحال مازال حي. ونحكيه على الحاج البراهمي، الحاج البراهمي مازالت فما عائلات ومازالت فما رفاق ومازالوا فما شكون حرار يلوجوا في الحقيقة متاع اغتياله واغتيال الشهيد كيف بالعيد. واليوم 6 فيفري 22 بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، الناس الكل مستبشرة والناس الكل يقولوا أنه الجهاز السري بتظهر الحقيقة متاعه على الملاء. اليوم انت ود الحاج البراهمي، خليني نسميه بالحاج لأنه الناس الكل ما نساتوش، وحتى إذا كان نسووه في فترة ما فما أهله وماليه وأخواته وأولاده وصغاره، كل نهار يمر يقولوا الحقيقة باش تظهر، كل نهار يتعدى يقولوا البراهمي باش يحيا من جديد على الأقل من خلال الحقيقة نتاع شكون اغتالوا وشكون اللي قتلوا. ربي يرحم. سيدي يعطيكم الصحة، والمقدمة هذه اللي قلتها ما خلتليش حاجة باش نكمل. أما بالحق راهو توا في ال9 سنين هذوما عمرنا ما أيسنا نهار، عمرنا ما أيسنا من 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 معناتها من إيماننا بأنه الحقيقة راهو باش تظهر، وأنه التاريخ راهو ما يرحمش، راهو يقتل الروح وين تروح، راهو من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، راهو في الأديان وفي الثقافات الكل وكل ما أنجته البشرية ديما يؤكد انه راهو الظلم ينتهي وراهو الخير في الاخر راهو ينتصر. الحمد لله صحيح مسار مضني ومضني برشا، تعبنا فيه ياسر، لكن تعبنا ونحن ممنين، تعبنا ونحن ماناش مأيسين، تعبنا وما كناش وحدنا. ثم ناس راهو كانت تقوم بدورها الوطني، كانت ناس تعرف الدور الايجابي اللي لازمها تقوم به وقامت به. ثم هيئة الدفاع، ثم أمنيين شرفاء، ثم عسكريين، ثم مواطنين اللي بقوا متشبثين، ساعات نحسهم متشبثين حتى أكثر مني وأكثر منا كعائلة. الحمد لله نهاية الطريق بدينا نشوفوا فيها، بدينا نشوفوا في نهاية لهالقصة الحزينة هذه وهالقصة العنيفة هذه، بدينا نشوفوا في 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 نهاية لهالمخاض العسير هذايا. وبطبيعة ماهوش متعلق بالقضية متاعنا فقط، لأنه نمنو أنه محمد إبراهيمي راهو شهيد وطن، ماهوش محمد إبراهيمي فقط، بو عدنان ولا فهمتني؟ عدنان سامحني والسادة المشاهدين باش نحكي حاجة ربما الناس ما تعرفهاش. الحاج محمد إبراهيمي، علاش نقول الحاج، كان يأمهم، كان الإمام متاعهم في مجلس النواب، ومن يتصدقون ويدعون أنهم شيوخ. محمد البراهمي هو كان من يؤمهم في قولها في المجلس النواب. ونقولوا راهو حاج، علاش اغتالوه، علاش قتلوه؟ اكيد ليامات باش تطلع الحقيقه وباش تظهرها، لانه من يقتل مسلم بالطبيعه معروف في ديننا الحنيف، لكن من يغتال رجل يعرف الحقيقه ويعرف الملفات السريه ويعرف أنهم جاءوا للاحتتاب في هذا الوطن، ولهنا المشكلة الأساسية، ولهنا طالت أيدي الغدر. عدنان كنت صغير لكن اليوم كبرت وليت راجل، ها؟ واليوم الرسالة للناس الكل في 2022 تحرير قضاء هذا الوطن لإبراز الحقيقة وإظهار حقيقة الاغتيالات اللي صارت في تونس في العشرية السوداء. طبعا هو تحرير الوطن بكله لا يمر إلا عبر تحرير قطاعات، عبر تحرير الدولة وهي كلها وقطاعاتها. ما نجموش نحكو على تخليص البلاد من شر الإخوان كان نخلصوا سلطة القضاء ساعة من شرهم، كان كي تنظاف السلطة القضائية، كان كي تنظاف وزارة الداخلية. الله غالب، الإخوان وطئتهم شديدة على البلاد، وين يحلوا في بلاد يخربوها. ووصلنا في فترات معينة يعني على حافة انهيار، يعني وجود الدولة التونسية ككيان بيدو أصبح مهدد. محمد إبراهيمي وشكري بالعيد الله يرحمهم كانوا يعرفوا فيش يعملوا، وكانوا يعرفوا فيش كون يستهدفوا وعليش يستهدفوا فيهم، وهما زادة في المقابل كانوا يعرفوا فيش كون يغتالوا.
وكانوا يعرفوا شكون يمسوا. وقت اللي قرروا انهم يصفوا شكر بالعيد مش من فراغ ومش على خاطرها وكافرها وما نعرفش شنو، لا، كانوا يعرفوا الدور اللي كان مستعد يقوم به شكر بالعيد وبدا به. وقت اللي استهدفوا محمد ابراهيمي والغوا وجوده، راهم يعرفوا محمد ابراهيمي بالضبط فاش يعمل. سامحني، واحنا نحكيه على الوالد، وانا قلت كان يأمهم، كان اماما لهم في المجلس النواب، وفما برشا اطراف حاولت تلصق محمد ابراهيمي بما يسمونه وهم بالعفن نتاع القوش، وهم ما يعرفوش انه كان متدين اكثر منهم وكان عارفا باصول الدين اكثر منهم. وانا مش نحكي لك على ابوك اكثر من اللي انت تعرفه، ربي يرحمه ويحسبه عند الله شهيدا. هو صحيح، هو حاولوا يلصقوا فيه التهم نتاع الالحاد والكفر وراو اللي عرضهم ديما يلصقوا فيه تهم كما كاكا، والامثله كثيره. ثم انه عفن القوش اللي يحكوا فيه، خل القوش شنو العفن اللي يعمل فيه القوش اذا كان ثم مقارنه بالعفن اللي يعملوا فيه هذوما باسم الدين؟ الله غالب، نحن معناها رانا ما تناولناش المساله الدينيه بابعادها الكل في فتره من الفترات، فكان من السهل انهم يكذبوا علينا وانهم يسيطروا علينا بالاشاعات نتاعهم بالبروباغندا نتاعهم. كان من السهل عليهم في وقت من الاوقات انهم يستهدفوا معارضيهم بهالتهم هذه. لكن شنو العفن مقارنه بالاختلاس والتزوير والقتل وانتحال الصيفه و و و والباقي كلنا عرفوه؟ شنو العفن اللي عند اليسار وغير اليسار مقارنه بالعفن اللي عند تنظيم العام للاخوان المسلمين؟ راهم هما مارسوا العفن بينات بعضهم، راهم هما الاخوان المسلمين راهو حتى في الحروب اللي خاضوها بينات بعضهم راهم مارسوا العفن بينات بعضهم، هما اللي خافوا ربي المسلمين اكل كذا وكذا. شنو العفن؟ ما ثماش. فقط راهو مشكلتنا نحن في تونس للاسف ما تناولناش المسألة الدينية بجوانبها وبأبعادها الثقافية والاجتماعية والمجتمعية، فكان من السهل أنهم يسيطروا علينا في مرحلة ما بالبروباغندا هذه. لكن الشهيد الإبراهيمي ترك رسالة عندكم أنتم، وترك معتها حاجات للبلاد هذه، وترك في قارة حديد في سيدي بوزيد في السوق الجديد زيتون وغرس بلاده وخلى أرض خضراء وشجرة تنتج مصلي على النبي، وخليكم انتوما بقيه الواجب اللي لازمكم تعملوه للبلاد هذه بين يديكم امان. هو خلى قبل كل شيء ساحه حملت مشعل، ها هما الناس اللي ما تعبوش 8 سنين وتسعة سنين وما ايسوش. انا وقت اللي ايست في وقت من الاوقات وتعبت، هذوما ما تعبوش. محمد ابراهيمي خلى ناس تمن به، والاحلى على قلبي انه الناس اللي يمنوا به نصهم ما يعرفوش ولا اكثر من نصهم. ثم ناس عمرها ما قابلت محمد ابراهيمي، انا قابلته وانت قابلته، ثم ناس ما قابلوش محمد ابراهيمي، ثم ناس سمعوا عليه سمع وقتاش بعد ما اغتالوه. وهذايا اللي يخليني نزيد نمن اكثر ونعتقد اكثر انه الناس اللي كيما محمد ابراهيمي وكيما شكر بالعيد ناس راو اغتيالهم هو تاريخ ميلادهم، راهم ناس كتبوا اساميهم باحرف من ذهب، وشكون اللي باش ينجم يمحيهم؟ حتى محمد ابراهيمي خلى عائله وراه تحبه، خلى اهل وخلى عرش كامل، قارة حديد والسوق جديد نلتو وين نمشي معناها نستقبل استقبال الابطال اللي نحشم نقول لهم راه هو الشهيد، مش انا، فهمتني؟ هو اللي قدم البلاد، انا ما قدمت حد شيء. لكن حجم المحبه اللي خلاه وحجم الاحترام اللي خلاه يزيد يحسسنا بالمسؤوليه اكثر، ويزيد يحسسنا بثقلها الأمانة أكثر. أمانة راهي ثقيلة جدا، راهي ماهيش شوي وأنت تعرف. لكن الحمد لله نحن أول شيء مؤمنين بربي ومؤمنين بأنفسنا، والحمد لله تربينا على يدين محمد إبراهيمي مش على يدين غيره.